مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت سفيره عزيزه. يوم جديد بنبداه مع حضراتكم النهارده، ايام قليله جدا بتبعدنا عن شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم بالف صحه وسعاده. وعايزه اقول لنهى الجميله الحمد لله على السلامه، وحشتيني. وانتي وحشتيني اكتر يا جاسي، مبسوطه جدا اني معاكي النهارده. مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا، كل مشاهدي قناه دي. النهارده هنشوف مع حضراتكم تطبيق حقيقي للمثل اللي كلنا عارفينه، ابن الوز عوام، لان الفخر النهارده عن راجل حب كل حته فيك يا مصر، وعبر عن حبه ليها بصور فوتوغرافيه رائعه. ده بالرغم ان هو موظف في شركه غاز طبيعي ومصور هاوي، يعني مش محترف ولا اي حاجه، مش واخدها وظيفه او باحتراف، ولكن بدا التصوير وشغفه بيه تحديدا سنه 2017. من وقتها بقى فاز بالعشرات والعشرات من جوائز التصوير الفوتوغرافي من عدة دول، أهمها كانت جائزة الاتحاد الأوروبي واللي فاز بيها مرتين، وميداليتين من اتحاد المصورين العرب، وكمان شارك بصور في ثلاث مهرجانات دولية في الإمارات وفي لبنان. بعدها أطلق مبادرة لإعادة اكتشاف جمال مصر، واللي لفتت يعني أنظار الجميع ولاقت نجاح كبير جدا جدا بعد ما أعماله تم نشرها وصوره في وكالات عالمية، وده كان سبب في إشادة مجلس الوزراء بشغله المتميز. وبرغم من إبداعه وتفننه في إظهار جمال كل قطعة في بلدنا الجميلة، ما اكتفاش بكده ولكنه بقى ورث حبه لمصر وفي التصوير الفوتوغرافي لولاده، اللي هم كمان أصبحوا صائدي جوائز زيهم زي باباهم بالظبط. طبعا حضراتكم هتفتكروا بقى أن ولاده مثلا عندهم 15 16 17، لأ، عبد الرحمن عنده 10 سنين فقط وفاز بالمركز الثالث من وزارة الشباب والرياضة في التصوير، التصوير الفوتوغرافي طبعا، والمركز الأول من ناشنال جيوغرافيك، تخيلوا ناشنال جيوغرافيك، وكمان المركز الثاني من إنجلترا، وأخيرا كمان جائزة التحكيم من وزارة الطيران. أما بقى مريم، حضراتكم هتقولوا أهو بصوا بقى، مريم عندها ست سنين فقط، وشاركت ما شاء الله في اول معرض في ساقية الصاوي مع باباها واخوها، والنهارده احنا معاهم في بيت السفير عزيزه، عايزين نحتفي بيهم ونكرمهم ونشوف بقى ازاي الموضوع ده بدا في عيله معاهم النهارده. وعشان كده بنرحب بيهم، وبنرحب اولا باستاذ محمد الورداني اللي منورنا النهارده، مشرفنا وسعيده جدا ان انت معانا النهارده. ونرحب كمان بمريومة، مريم ورداني اهلا بيكي. هاي. وعبد الرحمن الورداني، بودي ازيك؟ الحمد لله. انتوا منورينا كلكم ومبسوطين جدا ان انتوا موجودين معانا. وحابه بس قبل ما اسالك بقى ايه امتى ابتديت التصوير والحاجات دي كلها، حابه اعرف اي نوع من المصور حضرتك، يعني هل مثلا بتنزل عندك هدف انك انت انا ناوي اصور كذا، ولا وانت ماشي كده في الشارع عينيك بتبقى زي الكاميرا فتقول ايه المنظر الحلو ده وتحس ان المشهد ده خطفك فتبقى عايز تصوره؟ اولا انا بشكركم على المقدمه الجميله جدا من استاذه جاسمين وحضرتك، ده حاجه انا فخور جدا بالمقدمه الجميله دي، انا ما عنديش كلام تاني يعني، فخور بجد، الحمد لله اللي ربنا كرمني بيه ده كله. الفكره بدايه شغف، فيما بعد بقى بيتحول ان انت بدور على الجمال في اقل تفاصيل بشوفها، يعني ما بضيعش وقت. انا مصور شارع، يعني انا نجاحي كله جه من تصوير الشارع، وده على اساسه الحمد لله هو اللي وصلني الحمد لله لاعلى الاماكن اللي اقدر اصورها، سياحيه بقى واماكن كانت عظيمه جدا كنت احلم حتى ان ادخل اصورها. فالحمد لله دي كانت البدايه بتوفيق من ربنا، بشغف انت باحتراف قدرت ان اوصل ولادي. بس الشغف ده على فكره اكيد في دراسه، يعني مش معقول يعني 2017 بس بدا، يعني بالظبط من 2017 ل 2022 اكيد اشتغلت على نفسك، خدت كورسات مثلا؟ لا بس مش كورسات، انا بدات من 2017 هاوي، لكن لا اعرف اي حاجه عن الكاميرا، تفسير الكاميرا ما يهمنيش، انا يهمني تكوين الصوره وجمال الصور اللي احنا بنشوفها دي كده، ده كان كلها تكوينات. انا مش حابب ان ادخل في الميكانيكا بتاعت الكاميرا واعقد الامور واصعب، انا مش حابب ده. وده اللي ده سر نجاح عبد الرحمن ومريم، انه ما لو دخلوا على السن ده مش هيعرفوا يعني ايه بروسيسور الكاميرا والمعالج والكلام من ده، مش هيعرفوه. لكن صوره حلوه في تكوينها، بص عم واقف هنا ازاي، بص اللي وراه ايه، بص الخلفيه، بص الباب اللي وراه القديم دوت، كل دوت بيعمل تكوين رؤيه. بس مع وجود عدسه كويسه وكاميرا كويسه اكيد الصور هتبقى احلى كمان من التكوين. انا عايز اقول لك الكاميرا اللي انا بدات بيها هي الكاميرا اللي اتوصلت عبد الرحمن وهو اللي معايا دلوقتي، الكاميرا اللي انا كسبتها من الاتحاد الاوروبي دي اعلى كاميرا كانت موجوده،
كل جوايزي جت بالكاميرا الصغيره دي اللي انا كنت بعينه وانا بشتريها يعني يعني كانت حتى وقتها وانا بشتريها مترددة 2017 يعني كان كل اللي معايا ساعتها تشيل بيها الكاميرا دي لكن كان عندي هدف هعمل حاجه ايه بالظبط بس عايز انجح في التصوير لان ده والد يعني اتعلمته من والد الله يرحمه زرع جوايا عشق الصوره ويعني ايه صوره اعرف قيمتها يعني يعني أب... جدا الهوايه بس والدي ما كانش بيصور والدي كان بيتصور لان هو كان لعيب كوره يعني على من اعلام حلوان كابتن نني ده الله يرحمه هو اللي ترك جوايا العشق والفن التصوير ده بس بصور وان هو اللي بيتصور ان هو لعب في كذا نادي وانديه وصل لغايه المنتخب العسكري فكل دوت انا شايف تاريخه كله معايا تاريخي وانا صغير من وانا عندي 6 اشهر كانت اول صوره الوان سنه 80 لغايه المراحل العمريه كلها عندي 2000 صوره فعرفت قيمة الصورة حتى يعني بعد ما كبرت عرفت يعني واضح بقى ان عمان ومريم ورثوا ده او تشربوا ده منك من كتر ما بيشوفوك بتستمتع باللي انت بتعمله عبد الرحمن ازيك يا بودي الحمد لله ايه اللي خلاك بقى تحب التصوير التصوير الاول كنت بدات التصوير وانا عندي 4 سنين اربع سنين كنت انا وبابي بننزل وبالنسبه لي التصوير ده كان اكنه زي بالنسبه لي زي فسحه كده بجد واول صوره صورتها كانت صوره الكلاون الله بابا كان واخدني مع اولادي هناك راح الكلاون ده كان موجود هناك راح ايه راح كان سايب معايا الكاميرا راح انا قلت ده كان في جنينة ولا كان فين يا بودي لا في الدرب الاحمر اوكي حلو قوي هناك كنت قاعد بلعب معاهم راح اولادي دي الصوره هي دي هي دي الصوره اللي انت صورتها هي دي حلوه بشكل معقول انت مصورها يا بودي برافو عليك كان واخدني العب مع الاولاد هناك وكان في كلاون راح ايه بابا لقيته بيصور راح قلت انا اصور زيه لغايه ما لقيت الكادر ده وصورته ودخلت في معرض وطب والناس لما شافوا الصور قالوا لك ايه حلوه قالوا لك حلوه صح طب قولي لي بقى معلومه انا عايزه اعرف كده انت بتحبي تصوري ولا بتحبي انت تتصوري لا انا بحب اصور انا بحب ان انا اصور الاثنين يعني طب وليه حبيتي بقى التصوير يا نو ليه حبيتي التصوير يا مريم عشان ايه ابقى هكسب في معارض ومسابقات يعني انت داخله عشان تكسبي مش كده مين فيكم اللي مصور الصوره دي دي ايه انت يا مريم ايوه تحفه منين كانت فين الصوره دي كانت في من البلكونه صح الله في بورسعيد لا مصر مطروح الله مصر مطروح حلوه بشكل حلوه جدا 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 رائعه ده عارفه يعني هو كانها كارت بوستال بالظبط مين بقى اللي صورها انت يا بودي لا مش فاكر بس تقريبا ده كان في مسجد ابن طولون نزلوا معايا وصورت ساعتها كان معانا بتاخدهم بقى معاك وهم كل المغامرات بقى فعلا اصعب الاوقات يعني هم حابين المغامره يعني انا المغامره هي اللي بتجيب النجاح يعني طبعا يكون فيها كده فيها ريسك مخاطره شويه بس هم استمتعوا معايا التعب اللي هم اللي بيحسوه معايا في اليوم بينتج عنه المعرض لما بيروحوا ويلاقوا الناس بترحب بيهم ازاي مبسوطه ومنبهره بالصور لا بصي بقى الصور دي التحفه دي الشخلوقه دي اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده رائع يعني ده مكان من الاماكن اللي في مصر اللي حقيقي ده فين معلش كفر الشيخ مش واخد حقه بس صوره رائعه تحفه مش ممكن جمالها الصور المكان ده انا كسبت منه المركز الاول من الاتحاد الاوروبي وتم التسليط عليه بضوء قوي جدا الحمد لله الحاجات دي كانت البدايه اللي انا يعني ابقى عندي مشروع ان انا العب على موضوع السياحه السياحه كانت مضروره جدا في مصر يمكن الحمد لله خرجت من البرولوس كان مركز اول ربنا كرمني ببورسعيد جبال الملح كان اكبر ترند عليهم وكل وكالات العالم بقت تنافس ان هي في نشر بتاعتي وقتها كل الشكر لكل الوكالات اللي تعاونت معايا وقتها لان اسمي كان الحمد لله قعد ترند 40 يوم السنه اللي فاتت زي الايام دي بالظبط بورسعيد حصل فيها طفره كرموني كذا مره من المستشار المحافظ الحمد لله على تواصل بكل اي ايفنت او اي حدث مهم بورسعيد بيتواصلوا معايا ومع الاسر لازم نروح لهم دور الصوره هنا يعني هم عرفوا قيمته حتى الولاء مريم كانت معانا البجعه اللي اتصورت في بورسعيد بجعه ايه؟ بجعه سعد
يحكي الاستاذ جاسم. طب استنوا نسمع ايه رايكم، نسمع حكايه الساعه بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تحكي لنا بقى الحكايه كلها. خلاص يلا هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع محمد الورداني واولاده. ورجعنا لكم مره تانية وكنا هنسمع من مريم قصه البجعه. احكي لنا بقى يا مريم على قصه البجعه. صوره البجعه سعد دي دي البجعه؟ لا 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 ده في مرسى مطروح. ده في مرسى مطروح. اوكي كملي يا مريم. طب كملي. كنا ماشيين ولقيناها ان كنا قاعدين كنا مبسوطين وكنا قاعدين نصورها البجعة سعد. وحصل بعدها ايه لما الصور نزلت؟ كانت حلوة وبقينا عجبت الناس اللي اتفرجوا عليها؟ عجبتهم صح؟ مين بيصور احلى؟ مريم ولا بودي؟ ولا انتوا الاثنين احسن من بعض؟ انت اللي احسن بعض صح. طب بودي انت حكينا بقى يعني مريم صورت البنت، صورت صوره حلوه قوي لزرافتين صح. احكي لنا القصه بقى بتاعه الصوره دي. قصه الصوره دي كنا اول حاجه المكان اللي هو كان في حديقه الطفل. كان انا وبابا ومريم. اهي الصوره حلوه ازاي. الله جميله. كنا موجودين في الجنينه دي. رحنا لقيت الزرافتين راح في وانا كنت رايح اصور الصوره. وبابا كان جاي معايا. راح مريم بتقول لبابا تعالى علي التصوير. راح انا كنت بصور الصوره وهو مش واخد باله. راح طلع الكادر بتاعك كده والمنظور بتاعك طلع مظبوط. اي حد بيشوفها يقول لي هي حقيقيه. طب استنى بقى معلش عايز اعرف حاجه، مين اللي ظبط لك الكادر؟ انا ظبطته لوحدي. انت لوحدك؟ برافو عليك والله. يعني فوجئت بالصوره انا. يعني يمكن كواليس الصوره حتى لما انجلترا كلموني وكانوا عايزين داتا اكبر عنه كان بعت لهم الصوره الثانيه في نفس التوقيت. ان انا كنت مع مريم ابعد منه ب 100 متر. انا والله في نفس توقيت الصوره والحمد لله مبروك كتير عشان يبعتوا له الجائزه. وكان دي كانت حاجه كبيره قوي انه كان اصغر مصري يفوز بجائزه عالميه في التصوير الفوتوغرافي. طبعا ما شاء الله. دي كانت امتى الجائزه دي؟ دي من حوالي 5 6 شهور. ياه. كان قبلها ناشونال جيوغرافيك قبلها ب4 شهور. ما شاء الله. الفتره بتاعتي في زرافه ثانيه كمان، في صوره لزرافه. ايوه هنا بص انا كنت مع مريم وقتها. انا قاعد اللي وراه دي الكواليس مامته اللي مصوره اللي بنحب نشكرها على دعمها لينا طبعا. انا كنت لسه حقيقه فين دور الماما في القصه دي؟ ما بتقعدش بقى تتخانق معاها. بقى كده سريعا كل صوره هنشوفها. دي صورة ايه؟ مين اللي مصور الصورة دي؟ انت برضو؟ قول فين؟ فين يا بودي؟ جبل المقطم. جبل المقطم. وشاركت فين؟ شاركت في معرض فين؟ المكسيك. في المكسيك؟ ده شارك معايا في المكسيك. طب وهنا الصورة دي؟ ده انا دي صورة بيت ليا. ده برضك من ضمن الوكالات العالمية هينزل الفترة الجاية. جميل. تركيز على البيت الأسري دوت. ما شاء الله. ودي اخر سقف في اقدم بيت هو بيت الكريتليه دوت. المكان حلو. كان شبه مش متشاف قوي. الصور الحمد لله. ده في اي منطقه؟ حلو جنب ابن طولون على طول. انت بتختار الاماكن ازاي يا استاذ محمد اللي انت بتروح تصور فيها؟ بدخل على النت بشوف اكتر اماكن مش متشافه قوي. يعني اصل انا مش هروح مكان زي الاهرامات. يمكن حتى الاهرامات لما نزلتها نزلت في ناشونال جيوغرافيك وكان ربنا كرمني تعبت عشان اجيب كانت لسه. كنت عايز اسال حضرتك اكيد صورتها من زاويه ثانيه. يعني لما رحتها كنت اول مره ادخل الاهرامات وانا كبير. يعني كان ساعتها من 3 سنين. كانت اول مره ادخل الاهرامات انا بشوفها من بره. لكن لما دخلتها نويت ان انا اخرج منها بكدري. مشيت حوالي بتاع 5 6 كيلو عشان اجيبها من التبه العالي. مش معقول الالوان. نزلت البوم دي صوره مريم دي. رائعه. طب بس انت بتوفق ازاي بقى ما بين يعني عملك كهاوي في مجال التصوير الفوتوغرافي وشغلك، وبرده مريم وبودي بيوقفوا ازاي ما بين الهوايه وشبه الاحتراف اللي هم فيه معاك دراسه؟ هو الموضوع معايا الحمد لله تحول دلوقتي من هوايه لاحتراف. لان الحمد لله بقيت اصور شخصيات مهمه لما بتيجي في مصر. كان عمالة الدك كاميليا لما جت الزياره التاريخيه بتاعتها. كنت انا المصور وانا الوحيد المصور اللي قدر يعني يكسر البروتوكول. هم اللي تواصلوا معاك هنا اداره المستشفى اللي هي اصول انجليزيه. كلموني ان ممكن متواجد وانا اللي كنت المصور الوحيد اللي كسر البروتوكول ان انا ابقى قدامهم مباشره واقدر اصورها. ودي ما كانش بتحصل. حتى السفاره الانجليزيه بعتت ده المصور الوحيد. لا حصل الحمد لله. بيبقى هو نوع من انواع رضا ربنا. توفيق من عند ربنا طبعا. يا رب دايما. والدي ووالدتي الله يرحمهم
ربنا بيكرمني بحاجات هم ذات نفسهم، الحرس الملكي ذات نفسه قالوا لي مجهودك يعني وشطارتك قدرت ان احنا تسمح لك انها تقرب بالشكل ده، انه كنت بصور بايدي اليمين والفيديو في ايدي الشمال وموبايل يعني الدوك كامل ياخد اتصال بموبايل. ربنا يوفقك. طب وعبد الرحمن ومريم بقى بيوفقوا ازاي ما بين الدراسه و بستغل اي وقت اجازه ليا ومامتهم عشان في الشغل بتاعها في البنك فعلى طول هم عارفين انا ما بقعدش فبستغل اي وقت هم حابين ده، وقت بقى مطره وقت وحر صاع شتاء هم حابين المغامره عشان المغامره ايه؟ نادينا. المغامره تنادينا. المغامره تنادينا. حلو قوي قوي قوي، سلوجن جميل جدا. انتوا نورتونا وانستونا وفرحانين بيكوا وفخورين بيكوا، ويا رب كده دايما تبقوا رافعين راس مصر لفوق وتكسبوا جوائز من كل حته في العالم ان شاء الله. احنا سعداء جدا بوجودنا مع حضراتكم والله، ده شرف لينا كبير. شرفتنا واحنا فخورين زي ما نوها قالت بيكوا، ومبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا كاسره. يعني ده رائع، وتحيه طبعا للام والزوجه الداعمه ليكم. شكرا ليها. وبشكرك ان انت كنت معانا النهارده استاذ محمد ورداني، كان مشرفنا. وعبد الرحمن ورداني ومريم ورداني مصورين المستقبل بقى ان شاء الله. اللي لسه هتشرفنا بقى في ان شاء الله. نورتونا بيت سفير عزيزة، وبتوفت قوي ان نهى كانت معايا النهاردة. انا كمان شكرا. وكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية يومنا النهاردة، وبكرة ان شاء الله يوم جديد في بيت السفير عزيزة.